ماشي ماشي. كيفاش جاتكم هاد الفاجعة؟ جاتنا على بغتها ما عرفناش، ضربت واحد الضربة قوية انتشرت في القبائل فهمتي في المناطق بزاف، باش ما كتعيط هاك كتسمع اخبار هاك كتسمع اخبار هاك كتسمع اخبار في هاد القبيلة في هاد المنطقة، وهاد الشيء اللي وقع امر غريب غريب بزاف. عندكم شي واحد العائلة؟ اه كاين واحد الدري ولد خالتي. وشكون شاف؟ مشناش مشناش دابا هو دفعوا السويسي مشناش. شحال ديال الوليدات ديال اخويا؟ راه كاين بزاف، راه كاين بزاف الناس بزاف. انا حضرت على واحد في السوق لحد مات في البلاصه، مات تما غادي في الطريق هزو خوه طاح مسكين مات، شاب باقي عنده شي 19 عام ولا الى ان الله محمد رسول الله. مسكين اللي جات له مات كيتقطع انت كيتقطع وكيرد الدم كيتقطع وكيرد الدم من فمو وهزو خوه زعما بقينا كنقولوا له جري بيه للطبيب جري بيه للطبيب، هزو زاد بيه واحد 20 متر ومات له بينات يديه. كاينه اولاد عندهم 15 16، كاينه شباب باقين صغار. اكثريه قاصرين هما اللي تعذبوا، اكثريه قاصرين اللي ماتوا. السيدات اللي تا هما كانوا شي عيالات تا هما كيقولوا تا هما كاينه شي عيالات معاهم، شي ثلاثه العيالات تا هما. وحده توفات وبغاو جوج دفعوا من السويس، دفعوا كل شيء جمعوه دفعوا السويس الناس شنو غدير؟ شنو فين غتردها؟ لا ما توقعتيش تقبلتيهاش لا فين غتردها؟ غتصبر وغتحوز امورك الله. وهذا الشيء هذا المعمل خرج على شباب بزاف، خرج على شباب. تقدر الحصيله ترتفع؟ مي ترتفع، كون اكيد كون اكيد كون اكيد عاد تزيد ترتفع. انا لا ايوا تكون فيها الباقة فيها الموت، باقا فيها الموت. كاين اللي خازن، كاين اللي خازن هاد على هاد المرض، مات هاد المجرم كيخاف مثلا من والديه ما بغاش يقول انا شربت وهذا. كاين اللي حرصوا عليه والديه كيقول لهم كيقولوا له عاود ديك الطبيب هذا، ودخلت ما كان ما بغاش يجي للطبيب يقول لهم عامرين فهمتي. وعاد مشاو بحثوا معاه وهذا سمعنا هذا قام مشى باه بحثوا هذاك الشيء عاد قال له راه شربت وقال له عاود. جابوا البارح في الليل لقوا داك الشيء صحيح، الراجل بقى معدو غادي هو كالحال عنده كي كيتراجع الوضعيه ديالو كتراجع. ايوا دابا انا الوالدين كلشي انت حاضر كيفاش كاين والحاله الوالدين حتى كلشي بوالديه وكلشي عنده قلب راه يحس. اي واحد راه باش تشوف ولدك ولا خوك ولا عمك ولا ولد عمك راه تألم، راه حنا كنتألموا على الناس ماشي لا العائله، كنتألموا كنت شي واحد هذا كتألم له انت راه ما كت هذا الشيء راه كيألم بزاف. كتشوف شي ضحيه كتشوف شي ضحيه كتمشي غير هكاك، الناس كيقتلوهم غير هكاك فهمتي. باش تجيب حتى شي حاجه مسمومه صاحبي عارفها مسمومه 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 عارفها انت عارفها مسمومه، وكتجيبها وديها للمواطنين الشباب تقول لهم هاك وترخص لهم في الثمن وتعطيهم. اه واحد توفى 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 واحد يعني توا شرم. اه توا شرم منا ما لا ودابا الناس اللي الناس اللي كيخرجوها من المحمل راهم عرفنا سما خطيره، راه عرفنا خطير راه ما يمكنش يعني توا مع المحمل. اه المحمل كيشربوا يا راه نفس المعمل نفس المعمل راه ما كيشربوا دائما كيشربوا دائما من المعمل. المعمل راه كيشرب يقول الحلاصي ديالك فيها راه شي ما كتكبها في الارض راه الارض كتبقى تربى ولا ضربتي ولا ضربتي ولا ضربتي البرينك راه العافيه كتشعل كتب ويشربوا بنادم. ايوا لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. مش فاهم. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديده، ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.